مشاهدين يحكى أن لسه مكملين معاكم فقراتنا الخاصة من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في النسخة 55، والحقيقة أنه من أهم الكتب كمان الموجودة في أروقة المعرض هو كتاب أو رواية أنهيدو للكاتب أحمد خضرو. منورنا دلوقتي في يحكى أن. مساء الخير ومنورنا. مساء النور، وأنا أسعد أن أنا مع حضرتك. أهلا بيك. أنهيدو اسم مبهم شوية وبيشارك هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب، كلمنا أكتر عن الرواية. هو ده حقيقي، الرواية اسمها غريب شوية أو مبهم شوية، وأنا شايف إن ده بيمثل نجاح للرواية، مش حاجة مش كويسة، لأن معظم الناس بتبقى عاوزة تعرف إيه اللي خلف الاسم صحيح. الغريب أو السسبنس أو التشويق بالظبط كده. ف أنهيدو هو اسم أنا مشتقه من مرض اسمه أنهيدونيا. المرض ده هو أحد أعراض الاكتئاب، وهو يطلق عليه عدم التلذذ، إن أي شيء أنت كنت بتستمتع بيه امبارح أو بتتلذذ بيه بيصبح النهاردة مش حابب تعمل الموضوع دوت، تحب تبقى منعزل عن الناس وهكذا. فهو طبعا له علاقة وثيقة بالرواية وببطل الرواية نفسه، فمحتاجين نعرف هل هو هيصاب بمرض الأنهيدو ولا لا، ده اللي محتاجين نعرفه، بس لازم نقراها طبعا. طيب رسالتك ايه من الكتاب ده؟ يعني اعتقد ان هو احنا بنتكلم يمكن مع بعض، حضرتك قلت انك في الاصل مهندس. صحيح. ومهندس انه يكتب كمان رواية ليها عمق نفسي او بعمق نفسي بهذا الشكل، دي صعبة جدا. هو ده حقيقي طبعا، لكن الفكرة بتبتدي ان الكاتب هو ما بيعرفش يتحكم في الالم، يعني ما بيعرفش يتحكم هو راح يكتب فين. يعني من الاشياء الغريبه في الموضوع دوت ان الروايه ديت هي ابتدت ب 34 صفحه، انا كنت كاتبها الاول على زي حاجه كده نوفيلا او شورت ستوري، وكانت بتتكلم على شخصيه واحده من الاساطير اليونانيه اللي هو سيزيف، وكانت خلصت على كده، وكنت ابتديت في حاجه تانية، ولكن كنت برجع مرجع معين وقابلت كده مفهوم بيتكلم عن الشخصيات المعذبة أو المعاقبة في الميثولوجيا اليونانية أو الأساطير اليونانية، فشدتني القصة ديت وبدأت أمشي وراها واحدة واحدة واتعمقت في الموضوع. وهو ده السبب طبعا، الرواية أصلا كانت خلصانة بقى لها فترة، ولكن أنا خدت 4 سنين عشان أكملها وتوصل للمستوى اللي هي عليه حاليا، لأن زي ما أنت قلت أنا في الأول وفي الآخر أنا مهندس، ولكن لما أنت بتحب تكتب عن حاجة معينة أنت لازم تقرأ عنها كتير طبعا، وأنا شايف إن ده من الإجهاد الكبير جدا اللي موجود في مهنة الكاتب نفسه، إذا كانت هي تبقى مهنة عند حد طبعاً. الكتابة شيء مرهق جدا، لأن أنت محتاج عشان تطلع برودكت أو منتج زي اللي قدامك ده عبارة عن 300 صفحة، لا أنت محتاج تقرأ فيه آلاف الصفحات عشان توصل للمنتج ده، لأن لأن ده مش الرول بتاعتك، ده مش وظيفتك. مثلا من الشخصيات اللي موجودة هنا حارس عقار، دكتور، في أمراض معينة أنا كاتبها بالاسم وكاتب أعراضها. طب السؤال، هل أنا كاتب الحاجات دي غلط؟ هل أنا بألف في أمراض؟ طبعا ده أي حد يقدر يكتشفه بسهولة. صحيح. فبالتالي عشان تكسب مصداقية اللي بيقرأ الرواية أو الكتاب أنت لازم تجود ديب أكتر وتعرف هو إيه السيمتمز أو إيه الأعراض بتاع الشخص ده، بيمشي إزاي، بصيته إزاي، يعني تفصيل الشخصية نفسه طبعا لا بيحتاج يعني بعد تاني خالص. لو انت لو عندك كمان شخصيات مختلفة لازم تبحث في عمق كل شخصية بالظبط، لان القارئ ذكي جدا، وخلي طبعاً. بالك ان اللي بيقرأ الحاجات ديت هي ناس متخصصة، يعني دكتور بسهولة جدا يقدر يطلع لك لا ده خطأ، لو واحد دارس تاريخ او دارس ميثولوجيا يونانية يقدر لك الشخصية ديت مش اللي انت بتقولها. فانا بعتبر الرواية مهنة شقة جدا جدا جدا، لان انت محتاج ان انت تشتغل كل الشغلانات اللي انت بتكتب عنها. صحيح. وهكذا. صحيح. فبس ولكن ليها متعتها، هي ساحره بصراحه، يعني هي مهنه ساحره، وانا بحسد الناس اللي شغالوها، لان انا في الاصل انا مش كاتب، انا مهندس ولكن بكتب كهوايه او شيء محبب بالنسبه لي يعني. طيب قول لي بالنسبه لمشاركتك في المعرض هذا العام، انت شايف يعني التنظيم عامل ازاي؟ المعرض نفسه فعالياته اللي موجوده فيه شايفها ازاي؟ ماشي. هو مبدئيا انا قارئ قبل ما اكون كاتب، وقصه زياره المعرض ديت حاجه بعملها تقريبا بقالي 15 سنه،
ولكن انا حابب اقول لك ان حتى انا حاليا مقيم خارج مصر، لكن انا نازل من السعوديه امبارح عشان احضر المعرض النهارده السنه اللي فاتت. وعلى الرغم ان انا مش نازل السنه دي بعمل، لسه العمل شغال عليه، عمل جديد عليه. يعني عمل جديد ولسه شغال عليه، كان المفروض ان انا انزل بيه، بس حصل بعض الحاجات كده حسستني ان لسه العمل محتاج شغل شويه. ورغم من كده انا نازل عشان امر بالاحداث ديت والايفنتس اللي حواليا. خلي بالك ان المعرض القاهره الدولي ده بيصنف انه من اكبر واكثر المعارض اللي بيبقى عليها اقبال طبعا. يعني هو مش معرض عادي او ايفنت بسيط ان احنا نبص له، من اهم المعارض الحقيقه في الشرق الاوسط وفي العالم كمان. بالظبط بالظبط، فلا هو حاجه مش قليله جدا، خصوصا برضو ان بيبقى فيه بعض الندوات الثانيه، مش القصه مش قصه ان انت جاي تبص على، لا طبعا، فعاليات وانشطه كتير جدا على هامش المعرض طبعا. صحيح بالظبط، فهو يعتبر حدث مفيد على كل الجوانب، مش قراءة بس. بكل تأكيد، واحنا كمان سعداء بوجودك وحضورك المعرض، وسعداء بوجودك كمان في يحكى أن، وإن شاء الله السنة الجاية هنقابلك برضو والرواية الجديدة تكون جاهزة. شكرا لك الكاتب طبعا أحمد خضر، كاتب رواية أنهيد، ونورتنا. شكرا لك جدا، أنا سعيدة معاكم. شكرا.